اهلا بيك النهارده متولي منورنا في كاميرا اهل مصر. أهلاً. وعايزينك بقى تقول لنا كلمه عن العرض النهارده بتاع فيلم تماسيح النيل وايه تنبؤاتك ليه. انا متوقع ان انا هضحك كتير قوي صراحه لان انا بحب مصطفى خاطر وحمدي ومحمد جمعه صديقي وهنادي ممثله شاطره قوي، فانا متوقع ان انا هتبسط جدا من الفيلم يعني ان شاء الله. طيب انت اخر مشاركاتك كانت المفروض في الاب الروحي، تمام؟ عايزين نعرف بقى هل في جزء ثالث هيتعمل منه او بالفعل انتوا بتصوروا جزء ثالث؟ ايه ممكن يكون اللي حاصل في المسلسل اليومين دول؟ والله بصي ده سؤال بتسأله زي هتاكل ايه النهارده يعني. فالاب الروحي لسه يعني المفروض ان هو في مرحله الكتابه، لسه ما فيش اي اخبار ان هو هيتعرض او هيتصور قريب. ده تبع شركه فنون مصر وهي اللي هتبقى المسؤوله عن الموضوع ده. طيب احنا المفروض انت بتشارك في الفيلم بتاع الباب الاخضر، صح؟ عايزين بقى تكلمنا عن تفاصيل دورك وعن التعاون بين الزملاء في التصوير والكواليس وترشيحك جه من مين، وانت انتهيت من التصوير ولا لسه؟ انا انتهيت من التصوير ده مبدئيا. ترشيحي جه من جمال شاكر واستاذ رؤوف عبد العزيز، لان اول كاميرا يعني اول ما وقفت قدام كاميرا كانت قدام كاميرا بتاعت استاذ رؤوف عبد العزيز في الف ليله وليله، واتبسطت جدا. هو دور ضيف شرف يعني. كان مع اياد نصار ممثل شاطر قوي 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 قوي، والحقيقه كنا اصحاب في اللوكيشن يعني. هو بني ادم جميل وفي نجوم كتير قوي 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 في المسلسل في الفيلم، حتى ضيوف شرف كتير مهمين يعني. دوري انا صديق اياد نصار، فمش هقدر اقول اكتر من كده. طيب انت ايه بتستعد له تاني غير الباب الاخضر في الفتره اللي جايه دي على اللاين بتاع الدراما او السينما؟ في حاجه اتعرضت عليك تعاقدت عليها؟ عايزين نعرف تفاصيل. والله في رمضان بس لسه ما فيش حاجه مؤكده يعني، في كلام بس لسه يعني ما هنشوف بقى ترس على ايه. طيب اليومين اللي فاتوا دول اثيرت جدل كثيرا حول الفيلم بتاع اصحاب ولا اعز، عايزينك بقى تقول لنا رايك انت الشخصي في الفيلم او في الكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا. لا انا مش هتكلم عن الكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا، عشان الحقيقه انا بره السوشيال ميديا يعني بقى لي فتره كبيره جدا، والحمد لله دي نعمه من عند ربنا ان انا بقى لي سنه ونص تقريبا ما بعملش سكرول فيسبوك اصلا، ما بعرفش ايه الجديد يعني، بعرف من صحابي بقى. احنا بقينا اوفر قوي صراحه في كل حاجه يعني، احنا عندنا مشاكل اهم واكبر بكتير نتكلم عنها جوه وفي الشارع في الواقع، واحنا اصلا اوريدي بنشير كل يوم ترند الحاجات اسوأ مما يمكن اصلا، وبيشوفها اولادنا وبيشوفها اطفالنا وبيشوفها اخواتنا، فاحنا كده كده مكشوفين وبننشر غسلنا على السوشيال ميديا.